وقت اللي صار المطر طبعا كان المطر سريع جدا، خلال ربع ساعة تجمعت المياه هني كامل وبشكل انقلبت بحيرة لحد ما وصل لداخل البيوت، قطعوا الكهرباء على أساس لحد يتضرر من الكهرباء شورت أو أي شيء. كان السيول المطر اللي جتنا واجد، ولما ارتفعت المياه ما قدروا يسيطرون عليها، فدش لداخل المنزل وتأثر الأثاث وغيره. والله وأنا كمواطن متضرر من كارثة طبيعية تقدر تقول، حسيت بالأمان، حسيت بكل شيء لما شفت جميع الجهات الرسمية موجودة. وحتى يوم الجمعة كان المطر، يوم الاثنين، مبالغ التعويض كانت في حسابنا على طول. المبالغ اللي كتب أنا واحد أتحكي عن نفس المبلغ اللي كتبته بالضبط هو اللي نزل لي بالضبط، هو اللي وضع في حسابي بالضبط. وهالمكان اللي تشوفونه يعني هالنظافة اللي اشتغلوا عليه العمال مو كان ما كان شيء سهل. تشوفونه قبل هالنظافة دي ما بتقولون إن أنتوا جايين تتمشون في هالمكان، يعني كان المكان جدا سيء بكل صراحة. ما أخذ لنا إلا يومين أو ثلاثة أيام وتعوضنا والله يجزي خير. وحبيت أشكر وقفة الوزير، وزير الأشغال كان موجود وحاضر في نفس المكان اللي إحنا كنا فيه. واشكر الوكيل الوزاره شمشلح ثوبه وما شاء الله عليه ومشاركنا. ما قصروا الجماعه، ما قصروا الاخوان في وزاره الاشغال. وكيل وزاره الاشغال بعد جاب نفسه ونزل في وسط الحدث يعني. وانا اقولها بكل صراحه وبكل امانه، ما هي قريب عليهم، تعودنا على قياداتنا بالكرم والجود، جزاهم الله خير ومعروفين، وما يأتي المعرف لا يعرف. رئيس الوزراء نشكر على سرعة الاستجابة والتوجيهات ماله. حبيت أشكر القيادة على رأسهم ولي العهد الله يطول بعمره ما قصر، ونشكر وزيرنا الوزير اللي هو وزير الأشغال حواي، والشيخ الوكيل وزارة الله يطول بعمره ما قصر. بابا سلمان أنا أحبك وايد.